رمضان كريم عليكم إن شاء الله، ويعود عليكم بالصحة والسلامة. مناشدة إلى مديرية المرور العامة، خصوصا مديرية ذي قار المتمثلة بسماحة السيد عميد زياد الحصونة. إحنا كشباب، إحنا كمنظمة أو سواق تكاتك، إحنا كشباب إحنا ما نقدر يعني مثل قابلية على الترقيم، أو إحنا بنستلم التكاتك ترقيم مسدود، وجاي إحنا بالعقود ذول اللي عقود اللي هنا بالحبوبي او بمناطق اخرى جاي يعني اذيه كلش يعني. ومن يكذبك تصادر التكتك يعني، احنا كشباب بالقوه لامينها او من داينين او اي شيء مسوينه عم نشتري تكتك وعم نحصل على لقمه عيش نعيش بيها يعني. اذا مثل تصادر التكتك هاي بعد تروح، واحنا مطلوبين عليها. احنا نريد مناشده الى مديريه بغداد العامه، هي اللي هناك متمثله ببغداد. نريد مثل احنا كتكتك سكتكاتك، احنا عددنا بال 15 او 20 تكتك ما مرقمه، بدنا كتاب المدير عميد زياد الى الربع البغداد عم يوافقون علينا عم نرقم عم نفتك من هاي المشكله. والسلام لكم ان شاء الله، واتمنى من عندكم ان توصلوا هاي الرساله ان شاء الله الموافقه.